الرياضة وايد تطورت في قطر السنوات اللي فاتت، وصار المجال مفتوح أكثر لكل الرياضات وكل الأعمار. وأنصحهم يعني بالتدريب والمحافظة على التدريب والمثابرة، يعني ما في شيء مستحيل. من بعد بطولة الناشئات لكرة اليد المقامة الأولى هنا عندنا في الدولة، كان عدد كبير من البنات جايين يبون يشاركون ويبون يلعبون ويبون يعني يكون لهم مستقبل في كرة اليد. مدربينهم موجودين على أساس أنه يهيئون اللاعبين، ما حد دخل يعرف رماية طبعاً، كلنا دخلنا كبداية إحنا مو بعرفين شيء، لكن مدربين هم اللي يساعدونا ويأسسون اللاعب. You know, I do encourage a lot of girls out there to not be afraid and to take risks. I think they should, you know, be confident and do what they love.